اليوم عندنا مباراة كبيرة، مباراة تلفت الأنظار، الجماهير تنتظر هذه المواجهة، وسائل الإعلام اللي أعطتها اهتمام كبير جدا، كل شيء جاهز لانطلاقة هذه المباراة واللي راح تكون مثيرة جدا، ننتظرها مشاهدينا في كل مكان. اهلا بكم مشاهدينا متابعينا، الاجواء الماطره في ملعب جوديسون بارك ومباراه نتمناها مثيره. من كابينه التعليق ساتواجد معكم انا فارس عوض، واليوم نحن على موعد مع مباراه ضمن مباريات بطوله الدوري الانجليزي. فريق ايفرتون في مواجهه ليستر سيتي، نريدها مباراه قويه وكبيره من الفريقين، نتمنى بان نستمتع بهذه المواجهه قدر المستطاع، وان يحاول كل فريق ان يقدم كل ما لديه في ظل اجواء رائعه ومثاليه. كمارا يتقدم للامام، ضاعت الفرصة على الفريق، قرر انه يسدد وكانت الكرة بعيدة، كان ممكن يركز فيها او يعتمد على بناء الهجمة المنظمة. الفريق الضيف هو الفريق الأقوى دفاعيا في هذا الموسم، لأن الشباك لم تتلقى الكثير من الأهداف مقارنة بباقي الفرق. فريق قادر على ضبط الدفاع بالشكل المطلوب، تتكلم عن التمركز، تتكلم عن الانضباط، تتكلم عن الروح، واللي تجعلهم يشكلون جدار أمام المرمى. تدخل خاطئ وبالتالي صافرة، ممكن يكون فيها كارت أصفر. كارت أصفر في بداية المباراة، واضح أن الحكم يبغي يثبت شخصيته من البداية حتى لا تفلت الأمور بعد ذلك. سوء تقدير الموقف من اللاعب وخطأ صحيح. تدخل أيضا في اللقطة الماضية كان غير قانوني، في خطأ واضح وغير مبرر. فرصة متاحة لأخذ الأفضلية في هذه اللحظات في هذه المباراة مشاهدينا. في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. اللاعب يتعرض لضغط كبير في محاولة افتكاك الكرة. هجمة لمصلحة ايفرتون. حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب اخطاء. تمريرة في المساحة الفاضية، يطرب خط الدفاع. تدخل ممتاز من المدافع، يبعد الكرة العرضية. كرة إلى خارج الملعب، ريمي التماس. المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية. تقدم ممتاز باتجاه المرمى. أوهو، حارس المرمى طار، حلق، تصدى لهذه الكرة. ركنية تنفذ بشكل قصير. المدافع يمنع الكرة العرضية من الوصول إلى منطقة الخطر. كمارا سيرجي جنابري تصويبه لكن بدون تركيز، مرت الكرة إلى جانب المرمى. ديدي المساحة أمامه في هذه اللحظات، يفتتحون النتيجة، يشعلون اللقاء، 1-0 يا رب. نشوف الهدف من بدايته، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سليم، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك.
إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. ممتاز توقع الكرة، شوف الكرة يستعيدها لفريق الآن. راحت الكرة. استحواذ في صالح إيفرتون في هذه المواجهة، لكن نستطيع أن نقول بأنها سيطرة سلبية لك بمروءة قدم الكرة. يجب استغلال الفرصة، والتعادل يضيع على إيفرتون بعد فرصة كبيرة جدا لإدراك التعادل والعودة لنقطة البداية. الأمطار تتساقط الآن على ملعب المباراة، وعلى الرغم من أن الملاعب الحديثة مجهزة لمثل هذه الظروف، لكن الأمور راح تكون صعبة على المدافعين، تحديداً أن الكرة راح تكون مخادعة، ممكن تكون أيضاً بطيئة في حركتها في أرضية الملعب. رغم صعوبة اللقطة لحظة لعب الكرة، لكن المساعد كان في قمة تركيزه. نعم، نرى أنه كان تسللاً صحيحاً. التمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. حالة التسلل يعني عن وجود حكم المباراة المساعد. كمارا يتقدم للأمام. الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. فرصة لكرة مرتدة سريعة. يتقدم بالكرة. تصدي ممتاز. كمارا بتروح الكرة. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. بيرسل الكرة. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 1-0. مباراة مثيرة جدا، تقارب كبير في مستوى الفريقين. حتى الآن التفوق الحادث في الشوط الأول يمكن أن يتغير في الشوط الثاني. مباراة مثيرة مفتوحة على كل التوقعات. ضربة البداية للشوط الثاني الآن مع فريق ليستر سيتي. الآن ممكن يلعب لك كرة عرضية. العرضية لم تكن مثالية، وبالتالي تنتهي لحد حارس المرمى. كرة بيخلصها المنافس. باري تصدي من الحارس، مزرت الكرة خطيرة. فهد المولد بيتخلص فيها من الدفاع، يا عيني على المرور. سيرجي جنابري ورمي التماس يحصل عليه الفريق بعد أن نفذ ضغط عالي على الخصم. الجماهير تشعر بالخطر، تحاول الآن بأن تقدم الدعم الكافي للاعبين على قلب الأوضاع بعد ضياع هذه الفرصة الخطيرة. شائعات كثيرة انتشرت في الفترة الأخيرة حول انتقال هذا اللاعب، والآن تأكدت كل الأخبار. المساحة أمامه في هذه اللحظات. أي فرصة ضاعت، هذه الفرص لا يمكن أن تضيع، لا يمكن أن تتكرر كثيراً. فرصة مثالية للتسجيل تذهب سهلة لحارس المرمى. تصويبة لم تكن بالقوة الكافية، والحارس كان في الموعد. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. فهد المولد، حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين. بيعدي وبيمر بالكرة. تصدي ممتاز.
الحارس، يدافع عن المرمى بكل ما يمتلك من قوة. الله على هذه الإمكانيات. مدرب الأنجيلي تبديل في هذه اللحظات للحفاظ على التقدم. بيلعب للكرة الوسط 18. الله على الخفة، الله على المهارة. ركنية بتلعب، كرة خطيرة لكن الدفاع بيخلصها بعيدا عن المرمى. كرة قصيرة، فهد المولد، مستحيل مستحيل، هدف ولا أروع، هدف في هذا التوقيت. نتابع كرة الهدف مرة أخرى، ركنية لعبت بشكل سليم، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية والكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. حزن واضح الآن على ملامح وجه المدرب خاصة بهذه النتيجة لفريقه، أعتقد أنه بدأ يفكر في قادم المباريات. إذن عودة للمباراة مشاهدين الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. والآن على الشاشة نشاهد المباراة القادمة للفريق المضيف في الدوري الإنجليزي الممتاز. المباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير. واضح أن مدرب الفريق الضيف راح يجري تغيير الآن. قراها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. فقدوا الكرة. في النهاية الكرة بتنقطع. انطلاقة كانت خاطئة من اللاعب، تسلل واضح في اللقطة. كان عليه الانتظار قبل أن ينطلق حتى يتفادى الوقوع في هذه المصيدة.